حقك يا منصوره، اضربي زي ما انت عايزه، حسسيني انك عاتبه وشايله براحتك. انا لا عاتبه ولا شايله، صلى على النبي. فيش الكلام ده يا حاج، انا مش من حقي ان انا اتكلم اساسا، انا بقالي سنين ساكته وبسمع وبس. وانا جاي النهارده عشان اسمعك. اتكلم يا منصوره. اتكلم؟ اتكلم اقول ايه؟ انت عايزاه جد؟ يعني طيب اقول كلام جد ولا كلام طبطبه وتطيب خاطر؟ قول يا حاج، دوس على الزرار اللي يعجبك عشان اقول كلام يريحك. منصوره. طب نقول الجد بقى، تزودتها المره دي قوي يا حاج، افتريت زياده عن اللزوم، وكأن مفيش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ولاد ناس زي ابنك دول اللي انت عايز تشردهم، سواء نعيمه او غيرها. كنت عايز اشردهم، كنت لعبتها قرار ازاله، لما انا صبرت عليهم وهعوضهم كمان. طالما قلتها تبقى في نيتك، ونزنقت معاك الدنيا هتطربقها فوق دماغهم. حقي ارض ابويا دلوقتي بقى ابوك. طب انا هسألك سؤال واحد يا حاج، من ساعة ما ابوك مات لحد دلوقتي عيطت عليه مرة واحدة؟ ما حصلش. ماشي يا منصور، انا همشي دلوقتي وهبقى اشوف الواد بعدين. عيط على ابوك يا نور، ما تنساش اخوك بالمرة. تعالي نرجع يا منصورة، انا قلتها لك بدل المرة 10، تعالي نرجع. مش هينفع، انا مش امك، مش عايزة ابقى زي امك، مش هسمح لابني يبقى زيك. زي هو ده كلام الجد اللي اتفقنا نتكلم فيه؟ تفرق ايه انت عن ابوك اللي كان راكن امك على الرف وداير يبص للستات؟ هو على الاقل بالطلاق انا بخلي صورتك كويسه قدام ابنك وانت بعيد عنه. انا عايزه انام يا حاج، تصبح على خير. إن جيتي للحق، دخلت الراجل ده علينا الليلة دي تخلي امك لو قلقانة تقلق اكتر. ما ترسيني، هو ايه الحوار بالظبط؟ انت من امتى وانت بتخبي حاجه عليا؟ نامي هنا، نامي يا حبيبتي، بقالك ساعتين بتزيدي وتعدي في نفس السؤال. طب تصدقي بقى ان انا مش هنام ولا هيجيلي نوم غير لما اعرف ايه الحوار بالظبط. بت في حاجه كده ولا كده؟ طالما انتي ولا امك مش مصدقين كلام الراجل ده، بقى انتوا مش عارفين قد ايه انا شاطره في شغلانتي، فدي مشكلتكم انتوا. عليا انا برضو الكلام ده؟ قولي والله العظيم هقول حاجه لماما، والنبي قولي بقى. مرافقه يا ست هنا، ماشيه معاه في الحرام، خلاص ارتحتي؟ ننام بقى؟
هو لو انت شاطره قوي كده في شغلانتك والراجل ده مساندك يبقى كلها سنتين ثلاثه وهنلاقي نقله ثانيه. ولا انت يا بنت ناويه تستقطي معانا وتخلعي لوحدك؟ نتنقل اروح بس شغل الصبح وبعدين نشوف هنتنقل ولا هنعمل ايه في حياتي. هتروحي امك يومين ثلاثه وهتروحي. هي بس مش هين عليها تحس ان احنا عرفنا انها سرقت، خايفه ان نستصغرها ونيجي عليها. وقامت قومتها دي عشان خاطر تلغوش على الحوار، ما انت عارفه امك دي نضيفه قوي يا هنا، نضيفه لدرجه ان هي مش عارفه ان احنا كبرنا وبقينا عارفين الدنيا كويس. عارفه هي داخله تتخانق معايا، كان نفسي احضنها وطبطب عليها واقول لها ما تزعليش، انا عارفه انه كان غصب عني، عارفه ان انت كان عمرك ما تمد ايدك على حرام. تحت اقولها عارفه ان الدنيا دي بنت كلب، لما بتضيعها على الواحد ممكن يعمل ايه. بس لما ضربتني كل حاجه اتغيرت، حسيت اني عايزه اقف ادافع عن نفسي بس ارد الكلمه بكلمه. بس ربنا يعلم بحبها قد ايه وصعبانه عليا قد ايه، حاسه بيها ازاي. هاتلي نتراهن ده يمكن بكره الصبح كمان تقومك من النوم وتقولك روحي الشغل. هتشوفي. نام بقى. نام. صباح الخير يا ست الكل. طب انا عايزه اروح الكليه. طيب زهقت من قعده البيت يا ماما، ردي عليا. طب يعني انت دلوقتي نازله واخده موبايلاتنا، افرض احنا عايزين نوصلك، نوصلك ازاي دلوقتي يا ماما؟ يا ماما ما ينفعش كده والله. بت اهدي على نفسك شويه، احنا لسه بنقول يا هادي، مش عايزين حد ياخد باله. لا يا حبيبي، الكلام ده كان امبارح ولا اول اما كنا بيسرقونا وعنينا في الارض، لكن احنا دلوقتي خلاص احنا قدام التخين ابيض وفي السليم. كنا سارقين ولا كنا سارقين؟ ما تزغرطي يا وليه منك ليه، وصلوا على النبي كده وبطلوا الحقد اللي في قلبكم ده عشان ربنا يكرمكم زينا. ربنا يبارك لك فيه يا ابني ويجعلها وش السعد عليك. الله يخليك يا ام. علينا يا حماتي، وش السعد علينا يا اختي. وماله يا حبيبتي عليكم؟ هو انا قلت حاجه؟ واد يا حوده تعالى نلفلف بقى شويه كده ونتفسح.